11 فبراير 2016 يوم مهم في تاريخ الفيزياء، فيه تم الإعلان عن اكتشاف الموجات الجاذبية اللي تنبأت بها النظرية النسبية العامة لأينشتاين اللي صحها في 1916، يعني 100 سنة قبل ميعاد الاكتشاف الأخير. الاكتشاف الأخير ده مهم لأنه أثبت صحة النظرية النسبية بشكل كامل. الموجات الجاذبية تم اكتشافها أو رصدها من خلال مرصد بيشتغل بالليزر في معهد كالتيك في أمريكا، وبالتعاون مع جروب من الـ MIT وجروبز أخرى. الحقيقة الاكتشاف ده أهميته في إنه هو لأول مرة يبقى عندنا قدرة وإمكانية اكتشاف، يعني سنسيتيفتي تكتشف الموجات الضعيفة جدا بهذا الشكل. الموجات الجاذبية ببساطة شديدة هي موجات زي الموجات الكهرومغناطيسية. الموجات الكهرومغناطيسية برضو كان اكتشافها مهم للغاية، وكان تأكيد لتنبؤ معادلة مهمة قوي اسمها معادلات ماكسويلز للكهرومغناطيسية زي معادلات أينشتاين بالظبط، وكانت بتتنبأ برضو بوجود موجات، والموجات دي تم الاكتشاف ليها وكان ليها استخدامات غير عادية من اكس راي وراديو واشياء كثيرة جدا. الفكرة كلها انه في الكهرومغناطيسية كانت الموجات دي بتنشأ لما يكون عندي جسيم مشحون charged object بيحصل له acceleration او rotations، ف according للمعادلات بتاعت ماكسويلز بتقول ان في electric fields او magnetic fields، وبعدين الروتيشنز دي بتعمل تذبذبات او تغيير في الفيلد ده وبتسبب propagation للالكتروماجنتيك ويفز، انتشار. الانتشار بتاع الالكتروماجنتيك ويفز ده بيتم عبر السبيس تايم، ده عبر الفراغ من المصدر للكل everywhere، ونقدر to detect it في مسافة على بعد معين من المصدر. الموجات الجاذبية نفس الفكر، نفس المنطق، لأنه أينشتاين شاف إن الجاذبية ما بتتعالجش زي قوانين نيوتن بتقول هي قوة من على بعد ما بين جسمين لهم ماسز كبيرة. لا، هو شاف إنه الجاذبية الوصف اللي هو اقترحه للجاذبية واللي تم التأكد إنه هو يعني صحيح بشكل كبير جدا، انه الجاذبية ناتجة من انحناء في الفضاء نتيجة وجود جسم كبير massive object محطوط في الفضاء، فبيعمل نوع من انواع الكيرفتشر او الانحناء اللي احنا بنقول عليه. وكل الناس عارفة ان احنا لو حطينا يعني جبنا شيت او رابر شيت او حاجة من هذا القبيل وحطينا يعني كتلة حديد عليه، هنلاقيها بتاخده وتنزل تحت ويبقى فيه انحناء. فلو في اي سمول اوبجكت بلية ولا حاجة وحطينا مشيناها على الشيت ده، هتلاقيها ما بتمشيش في خط مستقيم، ده بتلف حوالين الجسم التقيل اللي محطوط فيه على الرابر شيت. فهي الفكرة نفسها كده، الشمس عاملة تقل هي الكتلة الحديدية ديت اللي محطوطة على الرابر شيت، بس الرابر شيت ده هو الفراغ بتاعنا اللي احنا عايشين فيه، ده مش حاجة خارجية، ده هو ده السبيس تايم اللي احنا في الحقيقة يعني انفولفد فيه، وده هو اللي عامل الكيرفتشر اللي بيخلي الأرض اللي هي زي البلية بالنسبة للشمس تلف في مسارات معينة حواليها. فده تصور الجاذبية في النظرية النسبية. مش بس كده، انا لو عندي جسم كمان مش يعني ليه اكسلريشن بيتحرك، ليه روتيشنز، يعني روتيشنز بشكل معين، بيعمل تغيير في الكيرفتشرز ده، بيعمل تغيير تذبذبات معينه في الانحناء ده. التذبذبات دي زي الموجات بالظبط، لو عندي ميه ورميت فيها طوبه، الطوبه دي بتبتدي تعمل تذبذبات والموجات دي بتبتدي تنتشر في كل الاتجاه. السعه بتاعه التذبذبات بتاعه الموجات الجاذبيه دي ضعيفه جدا، اضعف بكتير جدا من الكهرومغناطيسيه والموجات الميه وغيره. هل وده كان صعوبه اكتشافها؟ في الحقيقه كان في اشاره غير مباشره لتؤكد وجود الموجات الجاذبية، والمحاولات كشفها ابتدى من الستينات. أول إثبات لده كان عن طريق عالمين، والاثنين خدوا جائزة نوبل في سنة 1900 أو في السبعينات. دولت اكتشفوا أو حاملوا رصد لحاجة اسمها باينري سيستم، أو النظام متكون من نقول تو ستارز مثلا،
ففي الستارز بتلف حوالين بعضها، فديت هي عامله زي اكسلريتد، ده ستارز اوبجكت ماسيف تقيل فعامل جرافيتيشنال فيلدز، وده عامل جرافيتيشنال فيلدز وبيلفوا حوالين بعض، فيبقى في الانفايرمنت اللي احنا بنقول عليه بيتكون فيه الجرافيتيشنال ويفز او الموجات الجاذبيه جاهز انه تنشأ. فهو يبقى كده بنتوقع ان في جرافيتيشنال ويفز او موجات جاذبيه من السيستم ده. ليجو حاولوا يعني يرصدوا جرافيتيشنال ويفز ناتجه من تو بلاك هولز، عشان بلاك هولز ماتش مور ماسيف. الحقيقه هو تو بلاك هولز رصدينهم، وعارفين ان في واحد حوالي 29 يعني مره قد السولار انرجي سولار ماس بتاعتنا، والتاني حوالي 36 ضعف السولار ماس بتاعه الشمس بتاعتنا. فدولت هيوج اوبجكت، ولما بيقربوا من بعض شافوا ان في رصد ان في ثلاث اضعاف السولار ماس بتاعتنا. ثلاث اضعاف السولار ماس بتاعتنا فقدت نتيجه انهم عمالين بيقربوا من بعض، وبتتحول الانرجي ديت لموجات جاذبيه. فات لوكس لايك انها هيوج، بس هي عشان بتنتشر افري وير وعشان توصل للارض فبتوصل ضعيفه الى حد كبير. بس لو ما كانش المصدر قوي بهذا الشكل كان الموجات الجاذبية دي كانت هتبقى أضعف، ممكن كان يبقى أصعب إن احنا نكتشفها. لكن لحسن الحظ السيستم ده تم رصده، وتم التأكد إن هو فيه فقد للطاقة بتاعت التو بلاك هولز ديت. هما دي كومبايند بعد كده مع بعض بيقربوا يقربوا يقربوا، وبعدين يتحولوا لوان بلاك هولز. بدل ما 29 و 36 اللي نلاقيهم بقى 62 مش 65. ففي ثلاث اضعاف الكتله الماس السولار ماس فقدت في صوره جرافيتيشنال ويفز. قدم التكنولوجي وفي الحقيقه فند هيوج 1000 مليون دولار زي ما كتب في الويب سايت من الناشونال ساينس فاونديشن الامريكيه لمجموعه بحثيه في كالتك والام اي تي، مكنتهم من ان هم يعملوا مرصد انترفيرومتر اوبزرفاتوري، مرصد بيزد على الليزر. زي ما بقول هو فكرته بسيطة وجميلة، وهو تحديث لتجربة شهيرة برضو استخدمت في إثبات النسبية، أو يعني في إثبات ثبوت سرعة الضوء، في يعني مشهورة قوي اسمها مايكلسون مورلي اكسبيرمنت، إن هي نسبة إن سرعة الضوء واحدة في كل الاتجاهات. وديت اللي كانت أول أو أهم الموتيفيشنز لأينشتاين إن هو يصيغ النظرية النسبية في 1905. خدوا نفس فكرة الجهاز بتاع مايكل مورلي اكسبيرمنتس، بس طوروه ويعني كبروه بشكل يعني هيوج، يعني عشان يقدروا يتمكنوا منه من رصد الموجات الجاذبية دي. الفكرة ببساطة ان هم بيجيبوا ليزر بيم، شعاع ليزر، ويمرروه على حاجة اسمها سبليتر. فالسبليتر ده يفرق البيم بتاع الليزر لتو بيمز، واحد يمشي في اتجاه الدايركشن ده مثلا، والتاني يمشي في الاتجاه العمودي عليه. الاتجاه الارم بتاع الجهاز بتاعهم حوالي 4 كيلو متر، 4 كيلو متر في الاتجاه ده و4 كيلو متر في الاتجاه العمودي عليه. وبعدين ال 4 كيلو متر ده نهايته بيحط مرايه، وفي نهايه ال 4 كيلو متر الثاني برده مرايه، فالليزر بيم يخبط في المرايه فيرجع. وبعدين بيحط بعد السبليتر على طول، بعد ما بيعدي البيم بيحط مرايه ثانيه ومرايه ثانيه من هنا. ليه؟ علشان يخلي الليزر بيم يتعكس من المرايه دي، يرجع يروح المرايه دي فيعكسه ثاني، وهكذا 400 مره. ليه؟ علشان يطول المسافه اللي ماشيها، بدل ما يمشي 4 كيلو متر يمشي كام بقى؟ 400 في 4 يبقى 1600 كيلو متر. يعني يبقى زود المسافه. وبعدين بيحط كل ال 4 كيلومتر دولت اللي هم في الدايركشن ده وفي العمودي عليه جوه يعني فيري سترونج فاكيوم تيوب، حاجه مفرغه فضاء كومبليتلي، يعني عشان يبعدوا عن اي تاثير للوسط الخارجي.
وبيعمل التجربه دي. طب ايه غرضه من ان هو الليزر بيم يروح في الدايركشن ده وفي الدايركشن ده ويرجع؟ في الاوبتكس والناس اللي بتدرس الليزر والناس اللي بتدرس انه انت لو مشيتي الليزر او اللايت بشكل عام او الضوء بشكل عام في اتجاه معين والتاني في اتجاه معين وبعدين رجعت ريكومبايند وجيت تشوفيهم، لو مشوا نفس المسافه بالظبط يحصل ان هم بيبقوا حاجه زي ان فيز، فيحصل ان هم يبقوا يتجمعوا وما يعملوش اي حاجه اسمها انترفيرنس باترن، ما فيش اي باترن للانترفيرنس، ما يعملوش انترفيرنس مع بعض. وبالتالي الديتكتورز لما يجي يرصد الكومبايند بيمز اللي جايه من التو بيمز دولت اللي راجعين يلاقي ما فيش اي فروق ما بين الديستنس اللي قطعها الاولاني والتاني. لو ده مشي مسافه اطول من الثاني فبيحصل ان هم يبقوا مختلفين في الفيز، فيحصل حاجه اسمها انترفيرنس، ونلاقي فيه انترفيرنس باترن بنشوفه على الايه، على الديتكتورز اللي بنرصد بيه، فنلاقي بعض الصور والحلقات والحاجات اللي هي تبين ان حصل انترفيرنس. فدي الناس بتعملها، الطلبه بتعمل الانترفيرنس باترنز ديت في المعامل بتاعه الفيزياء وبتشوف ان الضوء فعلا ممكن يبقى عباره عن ويفز، والويفز ديت اطول من مشيت مسافه اطول فحصل ان ديت بقت ان فيز ولا اوت اوف فيز بتاعه الثانيه. استخدموا الموضوع ده ببساطه ومشوهم المسافه الطويله ديت علشان يشوفوا اي ديفرنس في السبيس، الدايركشن ده اختلف في الديستانس على الدايركشن ده، طب وايه اللي هيخليه يختلف؟ لو في موجات جاذبيه، الموجات الجاذبيه زي ما احنا قلنا هي عباره عن ذبذبات في السبيس تايم، في اور سبيس تايم. فالذبذبه زي ما اتفقنا ان احنا لو رمينا حجر في الميه بتعمل ذبذبات وتعمل موجات تنتشر، وتلاقي سام تايمز في دايركشنز الموجات دي بتحصل لها بتعمل اكسبانشن، بتمدد المسافه شويه، والتاني تلاقيه ممكن يعمل كومبريشنز. فمش لازم يبقى التو دايركشنز، لو في عندي ذبذبه بتحصل في الدايركشن ده وذبذبه بتحصل في الدايركشن ده انها تحصل نفس الديفورميشنز هنا وهنا، ممكن يبقى في اكسبانشن في الدايركشن ده ويبقى في كومبريشنز او في تضاغط في الدايركشن ده وفي تمدد في الدايركشن ده. احنا بنتكلم على تضاغط وتمدد ده ايه؟ اقل من السايز، السايز بتاع نواه ذره. وبعدين انت عايزه تشوفي الفرق ده اللي هو اصغر من السايز بتاع نواه ذره في مسافه قطعها من 1600 كيلو. فاحنا دلوقتي في عندنا ليزر بيم مشي 1600 كيلو زائد مثلا لو حصل في الدايركشن ده اكسبانشن زائد سمول اكس كده، والتاني مشي في الدايركشن 1600 كيلو افترضنا ان حصل الكومبريشنز ناقص سمول اكس، حيث سمول اكس دي بقى اقل من ذره، يعني اقل من السايز بتاع ذره نواه الذره. فيعني اتس اميزنج في الحقيقه ان هو ده اللي عملوه بالظبط، ودوا الليزر بيم في التو دايركشنز وخلوهم باونس رايح جاي 400 مره، وبعدين رجعوا على السبيترز ريكومباين البيمز وخدوا الكومباين بيمز ده وعلى الديتكتورز لقوا فيه انترفيرنس تام. الانترفيرنس ده بيقيس الديفرنس سمول اكس اللي انا قلت عليها. فلاول مره نتمكن من قياس ان في فعلا حصل يعني سمول ديستربنس او سمول ديفورميشن للسبيس تايم، ما فيش تفسير تاني ليها الا ان في اللي هي الفايبريشنز ديت اللي بتتم في الاتجاهات المختلفه في الفضاء بتاعنا. طيب ازاي بقى الاكتشاف ده هيفيدنا في المستقبل؟ ده وي نيفر نو. تجربه ليجو في كالتاك مش بس اثبتت الجرافيتيشنال ويفز، ده كان برضو الاول مره يعتبر رصد شبه مباشر للبلاك هولز. ده البلاك هولز يعني احنا واخدين الجرافيتيشنال ويفز اللي ناتجه عنها، فما فيش داوت دلوقتي ان بالفعل اليونيفرس از فول اوف بلاك هولز. هتفتح عهد جديد للفيزيكس خاصه الاسترونومي والكوزمولوجي. نتمنى ان احنا نقدر نفهم بيها اشياء كتيره كانت يعني محاولات فيها حثيثة لكن صعبة، زي محاولة فهمنا للإيرلي يونيفرس لبداياته البلاك هولز، نقدر نستخدمها ونعرف الصيغة المناسبة والصحيحة للكوانتيزيشن أوف جرافيتي. ده أعتقد أنه
يعني مفيش حاجه صعبه دلوقتي ومفيش حاجه مستحيله. كل الهيستوري بتاع الفيزيكس بيقول ان احنا نشطح بخيالنا زي ما احنا عايزين، و اف وي ار يعني اذا كنا ماشيين صح ماثيماتيكالي كونسيستنت وفيزيكالي كونسيستنت فور شور الحاجات هيتم التاكد منها. وبعدين بقى الابلكيشن والتطبيقات ده نسأل عليه زملائنا اللي بيشتغلوا في الابلايد ساينس اللي دلوقتي كمان يعني عندهم تقدم تكنولوجي غير عادي، بياخدوا الافكار دي كلها وممكن يعني مش بعيد نلاقي تلسكوب شغال بعد كده بيزد على جرافيتيشنال ويفز يقول لنا يعني اسرار كونيه كانت مش ممكن نتوقعها ولا نحلم بيها.